السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ عساكم طيبين بصحة وعافية، اللهم آمين. موضوع اليوم مثل ما تشوفونه من العنوان كلاب الشهرة، كلاب الشهرة، famous dogs، famous dogs، كلاب المشهورة. ما يحتاج بالإنجليزي، خلي حق بعد يبقى فلسفة. للأسف مفهوم الشهرة عند الناس جدا غلط، مش مستوعبين شو معنى كلمة إن الإنسان يكون مشهور. يا عزيزي ويا عزيزتي، مش موضوع ان انت مشهورة او ان انت مشهور هو المهم. ترى اي ارهابي في الدنيا مشهور، اكثر 10 مطلوبين في اي دولة مشهورين، افضل رئيس مر على اي دولة واسوأ رئيس مر على اي دولة من اكبر المشهورين. اي بني ادم سوي اي مصيبة مشهور. يا عزيزي انا اقول لك، اذا انت هدفك الشهرة فقط، تفصخ وتصور ونزل السوشيال ميديا وبتكون مشهور. الموضوع مش ان انت تكون مشهور خلاص، الموضوع انت على شو مشهور. يعني انا اسألكم سؤال الحين، خلينا نسوي مقارنة. خلينا نقول مثلا انسان رياضي انشهر بسبب احترافه او جمال ممارسته للرياضة، هذا مشهور. انسان عنده منطق او ثقافة، انسان شاعر، انسان عنده اي معلومة يفيد فيها اي حد. يا أخي تعال قل لي مثلا أن الأسد نوع من أنواع القطط، هاي معلومة حلوة، يمكن بعض وايد الناس ما يعرفونها، يمكن أنت يا بني آدم ما تعرفها. حالة أقول لك فلان يقول أنك كذا كذا، عنده معلومة في 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 شيء الواحد يستفيد منه إذا كنت أنت مشهور. لكن طبعا واحد أدى أي عمل بطولي في أي مكان في أي شيء، واحد سوى أي خير يا بني آدم، واحد إن شاء الله يعني يوه، واحد سوى أي شيء، سوى أي خير في الدنيا، هذا قد يكون مشهور. الموضوع مش إنه مشهور معناته إن الناس تعرفك، لا أكثر لا أقل. السؤال هو بكل بساطة، أنت على شو مشهور؟ لما يجي واحد يعضلي شفايفه في السناب ولا يترقص لي ولا يتصل بي الحين وأنا أصور، اصبروا خلنا ندقس على أنت، أوكي. لما واحد يجي والله يعضلي شفايفه ولا على قولتهم يتميلح، ولا واحد طبعا مثلا اعطيكم هزه خصر ولا شيء من هالقبيل، مشهور صح ولا لا؟ عندنا مثلا طبعا انا ما بعطي اسامي ولكن اكيد تعرفونهم، ما فينا على القضايا. خلنا اعطيكم مثلا مثالين. في عندنا واحد هو المفروض يعني على معلوماتنا العامه انه هو واحد، ولكن في السناب عنده في السوشيال ميديا بشكل عام يتغزل بنفسه على انه أنثى، يتمنى أنه كان أنثى، يترجى أنه يتحول إلى أنثى. أنا أدري عرفتوها، أدري عرفتوه هني عندنا في البلاد مرات للأسف طبعا، للأسف طبعا أدري عرفتوه. لكن دي السؤال قبل ما يجي حد، الاهتمام بالشكل والنظافة والاهتمام بوضع الجسم ووضع الوجه الشعر، هذا شيء طبيعي لأي بني آدم، إن الله جميل ونحب الجمال. لكن أنك تخورها، يعني انت تسوي اشياء المفروض البنات ما يسوونها، تقوم انت تسويها ليش؟ عشان انا اصير مشهور. يا بني ادم والله انا اللي اسوي ايجابيات، اللي تسويه انت يسمونه هذا اللي يسمونه. ها يعني انا بفهم هذا البني ادم. ويت 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 لحظه، انا يوم وصلني وانا اتوقع عرفتوه، لما وصلني فيديو، ما طبعا ما اتابع الاشكال، الله مش مستعد اضيع داتا من النت اللي عندي على هالاشكال، لكن توصلني فيديوهات انه جالدينهم، وانا متى تري فرصه اني افضى صراحه، كون الحين عندي اصابه في ظهري ففاضي شويه. عندي سؤال، لما يوصلني فيديو انه يهز خصره بطريقه معينه بحيث ان هذا يفتت دهون يا بنات لين قبل العيد، تجهزوا يعني. والله احترت، هل ارد عليه من منطق رجولي اللي انت تسويه اسمه؟ هل ارد عليك من منطق رياضي ان اللي تسويه اسمه كلام فاضي؟ هل ما اعرف ارد عليك باي منطق، لان انت انسان مش منطقي اصلا. يا جماعه شوفوا، انا ولد وانا حتى والله خسي اقول رجال، انا ولد ولكن انا في فريق البنات. لا انا ابوس توني خاكتو السرد اللي بعد. كابلز، الكابلز يا اخي من طلعوا الكابلز في اي دوله اخرى، ما بطري اي حد، لان ما في اي دوله تتشرف بهالاشكال.
فبالتالي ما له دخل الدولة اللي طلعوا منها. لكن لما طلعوا في دولة ما كابلز يصورون يومياتهم وهذه حرمتي وهذا ريلي يعني شو الفرق؟ شوف ركز معايا، انت تسوي هذا الشيء يعني انت تصور حرمتك، انا تعرف ان بي وراها اعلانات وبيزات صح؟ طيب في فعل او وظيفة تعتبر احقر وظيفة للرجل وتقارن بها وظيفة للأنثى فيها بيزات لها، هل هذا عادي؟ يعني هل لما أنت سويت والله سوشيال ميديا وحرية شخصية وتفتح ولا افتح راسك بأقرب شو الكلام يا بني آدم؟ زين هذا اللي برا ما 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 مو ما لي دخل في النهاية، عرب دام إنه عرب لا لي دخل، لا دام إنه عرب لي دخل، لما أنت اللي تسوي عارض أي تقاليد أو عرف عربي أنا ما بقول لك إسلامي ها خلنا عربي لي حق الدخل، وانتقد الفعل مش الشخص. أنا ما لي دخل فيك، أنا ما لي دخل في إن أنت اسمك فلان وإن أنت ولد فلان ومن قوم فلان، ما لي دخل ما لي صلاح، أنا علي من الفعل اللي أنت سويته بس، وهالفعل لو أي لتشرشح فيك من اليوم لين باكر ما يخلص. فلما طلعوا عنا هذول الكابلز الظريفين الكيوتيين الاثنين والله انا 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 اصيح اليوم ها 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 لان شو حرمتي سارت وبترد باكر شو دخل يدتي في ان حرمتك وين وتصيح ليش يا بني ادم تصيح ليش صيح ليش يا حسره ليش ايش في مشكله يا كابتن ولا هذيك والله شوفوا انا بمقلبها ان سويت فيها هذا كله على يمد لا ويت 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 توني تذكرت والله انا ما كانت الحسبه ها كله على صوب لكن لما والله الحين انا تخيلوا هات تخيلوا انا وربيعي جالسين حرمتي بتي والله انا اخاف حرمتي تعصب على الموضوع الفلاني ربيعي يقول لا تحاتي انا بكلمها بس خلاص تريح. شفت اللي قلت عنهم اول شيء اثنين اللي في وظيفه بينهم انت لا فيك صفه وحذر منها الرسول وبعد ما بقولها اخوي بيزات ما شيء قضايا ما نبغى تعرفونها واضحه ما يحتاج الفكرة من الموضوع هذا ما ياس أطري هالشخصين لأن ياس أنتقدهم هم أو أنهم اللي في خلينا نقول في الواجهة والناس ينتقدونهم أنا لكن آخر واحد تقنتكم أنت الانستغرام نفسه لما نزلت فيها الفيديوهات قال يا بني آدم ما اتفقنا شيء ما اتفقنا والله ما اتفقنا شيء ما ينفع أنا مش موضوعي هذا أبدا أبدا الفكرة الوحيدة اللي عندي قلت بعمر أنا مالي دخل في هالنوعين أو هالأشخاص الأشكال يعني ما شاء الله أنواع كلاب الشهرة ما لها حصر ما شاء الله ما لها حصر يا بني آدم هاي ما أقول لك نصيحة ولا بطيخ هاي رمزي في راسي قلتها تبى تأخذها خذ ما تبى تأخذها بعد لا تأخذ مش مجبور حق أنا اللي عندي بقوله حقت في راسي تابع بيزات يا مرة شو رأيكم المهم الموضوع مش ان انت تنشهر ولا لا الموضوع انت على شو مشهور حط قاعدة بين 60 قوس هاي مو قوس هاي دائرة قوس 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 هل ركز في الجملة هاي هل امك تقدر تفتخر عند ربيعاتها وخواتها اللي هم خالاتك باللي انت مشهور عليه مثال شفت السناب اللي نزلنا ولدي امس اي سناب اللي كان يهز فيه شو رايش فيه ولد حليه صح هل امك بتتشي ولا بتقول شو هالعره اللي انا جبتها يا عزيزي في وقت واحد او منطق واحد تقدر تمشي عليه تعرف اللي انت مشهور عليه شيء جيد وايجابي ولا شيء يا ليتك ما سويته واحد من اثنين اذا امك كانت تقدر تفتخر باللي انت مشهور عليه افتح الموضوع لا تقول لي والله انا امي اوبن مايندد لا افتح راسك بقرب شيء ما في شخص يرضى ان ولده ولا بنته يكونون عار عليهم شل هبل هذا حقا معصب انا بكل اختصار اعطيتكم الموضوع من النهاية يا جماعة بكل اختصار عيدها بعد مرة الموضوع مش ان انت تكون مشهور ولا معروف ولا الناس يعرفونك يعني هذا قيل فيما مضى بان رجلا بال في بئر زمزم فذلك حب ان تذكره الناس باللعنة فهو مشهور انا اعرفه الحين ما اعرفه شخصيا يعني مو معروف شخصيا ما اعرف اسمه مثلا ما طلع اسمه شو اعرف اسمه موضوع مبهني ان هذا واحد بال بير زنزم انت الله عليه دايركت
الموضوع مش ان انت مشهور ولا لا، قلت لك اي ارهابي في الدنيا تراه مشهور، ما فرقت. الموضوع انت على شو مشهور، هل انت انشهرت عليه ترفع راسك فيه؟ يعني لما فلان يشوفك فلان انت فلان، ونعم نعم نعم فيك انت فلان، وابوي يا اللي ابو يا اخي. لا تعالي ما بمنتج، ما بخليها في المقطع. يا جماعه كل اختصار، لا تفكر ان الشهره شيء حلو ابدا، كلام فاضي. تفكر فيه لازم انك الشيء تسوي شيء صح، شيء جيد، شيء ايجابي، شيء يرفع الراس، تنشهر عليه. وحتى لو ما انشهرت عليه في النهايه سويت شيء يرفع الراس، ولو بينك وبين ربك لا اكثر لا اقل. اما سالفه التميع وهذه بس عشان الناس يعرفوني، يا اخي مش كده تعرف، احاول ان انا اقبض لساني عشان اشوف فايده. انا حسرتي الله يسامحك يا امي، ما اقول شيء ثاني، ما اقدر انطق على راحتي الحين. وكل اختصار بعد مره، ركز معي، 1 2 3، الشيء اللي انت تقدر تفتخر فيه قدام الناس هو الشيء اللي انت مشهور عليه، الشيء اللي امك تقدر تفتخر فيه قدام ربيعاتها واهلها بان ولدها يسويه، هذا هو الشيء الصح. غير عن هذا كلام فاضي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.